قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. على هذه الإطلالة الاقتصادية، ونصل بكم مشاهدينا إلى قطاع العدالة وبالضبط إلى كواليس محاكمة المتهمين في قضية الخليفة، حيث صنع أقارب عائلة المتهمين الحدث بمجلس قضاء البليدة أين يتحاشون عدسات التلفزيون. وليد بهراوة وتفاصيل اليوم 12 من محاكمة الفتى الذهبي. أبناء موظفين استفادوا من تكوين وتوظيف طيار في الخليفة للطيران دون حصولهم على البكالوريا، وآخرون استفادوا من مزايا سيارات الخليفة استعملوها لأغراضهم الشخصية. هي تصريحات المتهمين في اليوم 12 من المحاكمة. هناك حقيقة الوحيد اللي صرح أن وليده يعني قام ب فورماسيون تاع الطيران، وراه يعني يصرح أنه هناك يعني نجح في مسابقة. احنا كما سبقت وكل مرة نصرح أن هناك قرينة البراءة ولازم نحترموها. بقدر ما هي نقمة على الموقوفين، أصبحت المحاكمة نعمة تستغلها عائلتهم للقائهم والتضامن معهم هنا بمجلس قضاء البليدة خلال أطوار الجلسة. المؤسسة بيان سور نشوفوها سادير بالوار فوندردي، وهنا في المحكمة سي جوست بور يشوفنا سادير مالغري اون بي با لو فوار دو لوان نشوفوه. سي بور لا سوليداريتي فوالا بور لوي رومونتي لو مورال. باش نقول والله العظيم غير انا خويا الا بخي ديال البراءة في 2007 ودوق الى انفا عاودوا عيطوا لهم كيما كامل الناس وراو لهنا وراو يجوز فيها ماتوا. قائمة المتهمين على وشك النهاية، والإثارة ستكون ابتداء من يوم الخميس المقبل، يوم الاستماع إلى شهادات الشهود. ماذا سيأتون من جديد في هذه القضية؟ وليد بهراوة من داخل مجلس قضاء البليدة لقناة النهار. لتصلك آخر مستجداتنا، اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.